نحكيو على حزب حركة النهضة اللي هي رافضة البرلمان الجديد وتقول إنه برلمان صعيد لا يعبر إلا عن قلة قليلة وما يمثلش الشعب وما يمثلش الأغلبية متاع الناخبين. شنو رأيك؟ هذا مش غريب عليهم، هذا مش غريب، هذا كلام تاع ناس فشلة وكلهم فاشلين على اللي باش يجي واللي باش يجي. البلاد هذه مارينا منها حتى شيء. الله ترحم بورقيبة والله ترحم الزين العابدين بن علي وقائد السبسي شويه هكا حاول يحسن لكن ما لقاش روحه. البلاد هذه اول حاجه راهو الشعب الصعيب، الشعب التونسي باش ترضيه راك ما تنجمش ترضيه جمله. تو النهضه تحكي على البرلمان، يا اخي هي فلحت؟ تا ما فلحت في حتى شيء، بالعكس اللي توا قاعده تعاني فيه البلاد هو الفشل نتاعها. صحيح هي قالت راني انا فشلت واني خرجت من الحكم، اي صحيح، لكن تو بعد ما صيي الاورو شوف كيفاش هنا قدامك ناس تصرف النوار. كانت العباد لهنا ب 180 ب 180 تمشي تاخذ 100 اورو، توا باش تاخذ 3 فوا والدينار طايح. هذا شكون باش حمل مسؤوليته؟ هذا يحمد ربي هو قيس سعيد تسمى غطى عليهم. توا كعمل لك تسمى غطى عليهم الناس الكل، غطى عليهم الناس الكل اللي عملوه الكل قاعد يتحمل فيه هو. توا مبركين توا البلاد على حساب يقولوا قيس سعيد، لكن على حساب شكون؟ على حساب تونس. تونس باش تمشي الشعب هذا شنو يعمل توا بعد ما هكا البلاد مشيت؟ البلاد على كيبها، باش قايد السبسي قال البلاد على كيبها، توا اكثر من كيبها ولات تزحف، تونس تزحف مسكينه البلاد، لازم شكون ينقذها؟ شكون من المنقذ؟ حاشا شكون منقذ؟ ما حاشاش تنقذوا توا من اجل تونس، ما عادش تنقذوا شيء، شوفوا توا نتيجه، حاولوا تلقوا حلول. هذا الواحد راهي مش كل واحد ماخذ شيره 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 شيره، اي وتونس ويني لهنا؟ الناس كل واحد يضرب على زي واحد، كل واحد يضرب على حزب وحزب، هذه ما حاشاش بالاحزاب، حاشنا توا تنهضوا بالبلاد، الجيل الجاي الصغار هذوما شكون بهم بربي؟ شكون بهم؟ نحن على الاقل هنا الحمد لله يا ربي ممكن نتشنا وانا قعدنا ولا باس، اما اللي جاي مسكين شنو باش يلقى؟ ما يلقى حتى شيء، حتى الفريب ما عادش ينجم ياخذوا، سبادري الفريب ما عادش ينجم ياخذوا، مساكن الناس تقعقع، الناس عنده صغار ومشى يحرق. عنده 5 صغار وعنده حانوت ولا باس عليه، ما عادش ينجم حرق، هز المرار ماها في البلاد وهو حرق برا. احكي انت تو مع الناس هذوما وانت تقول لي برلمان، طز في البرلمان وطز في كل شيء. اعطيني قلت التوانسه التونسي تو لوج على باكو حليب، تلوج الناس تحب تشرب كاس حليب للصغار، ما عادش يلوجوا على البرلمان. انت تحكي لي البرلمان، هاو البرلمان من هنا، شنو زاد بلوس البرلمان؟ من الثوره لتوا حتى برلمان لا يرضي التونسيين جمله، كلها تضرب زي بعضها، كلها هذا تابعني يحطوا في الموالات، تبعني نحطه مش الكفاءة، انت جيب انسان كفاءة وحطه في البلاد، حطه في المنصب نتاعه ومن بعد احكي على البرلمان. اما انت مش جايب لي هذاك موالي ليك، واحد مع ناس زي ابتدائي شاري الباك ولا الله اعلم به، تحطه على خاطر هو تابعك ولا مسكين الله اعلم به كان سجين سياسي ولا الله اعلم به، حياته كاملة في الحبس ما يعرف شيء من السياسة، حطه على بلاد، حطه على تونس، تونس عليسة. هذه البلاد هكايا، تونس اكبر من الناس الكل. هو الكلام هذا كيجي من الناس عندهم مشروعيه ما مقبول، اما كي تجي من الناس ما عندهم حتى مشروعيه هم في وجودهم، لان اساسا فكرهم فكر ديني وما ينجموش يعملوا به سياسه، دونك في الاساس، دونك ما يتسمعش كلام. شنو مشروعيه؟ انت تتحدث على المشروعيه اذا كان انت ما عندك ما حتى معناها كان ارجيومون. اذا كان مش نحكوا على المشروعيه، شنو الحجج اللي تجيبها حركه النهضه على المشروعيه؟ شنو تحب تحكم بالسماء؟ يحبوا يحكموا معناها من وراء الاصحاب؟ كيفاش يحبوا يحكموا؟ دونك شنو المشروعيه اللي عنده هو باش يتحدث على المشروعيه نتاع غيره؟ الشرعيه اللي تنجم تحددها لا النهضه لا السيد رئيس الجمهوريه. يحدوها الشعب. الشعب اعتزل الانتخابات هذيا مش كره في النهضه او حب في قيس سعيد، لا هذا ولا ذاك. فقط انه الشعب كل فد، الوضعيه تحت الصفر، الناس عطيها تعيش حتى تحت الحيط. ما عادش عينها في حد شيء، فهمتني؟ انا بيدي معناتها انتخبت قبل والمرضيه ما مشيتش، فمتعت بحقي الانتخابي بحكم نفسيتي مانيش مقتنع. اكد لك غالبيه الشعب كي تسالهم عن النهضه يقولوا لك ما حشناش، تسالهم قيس سعيد يقولوا لك ما حشناش. يحبوا يرتاحوا، يحبوا يتنفسوا، يحبوا يشوفوا تونس نتاع قبل، تونس الباهيه، تونس السياحة، تونس الفلاحة، تونس المات، ما عادش تو، فهمتني؟ هذا هو معناتها. يعني بالنسبة للشرعية أو المشروعية مربوطة بالشعب، والشعب تو النهضة والمعارضين يقول لك لا راهو ما دام مشاش الشعب انتخب يبان هو في خدمة شرعيته أو مشروعيته. أكد لك كان عملوها هما الانتخابات نفس العملية، باش تزيد 200,000 300,000 آخر بتاع أنصارهم أو أنصار المعارضة، معناتها كان هما بينهم وبين أنفسهم يخموا ويسألوا السؤال هذا تو يعرفوا اللي الكلام اللي نقول فيه صحيح. معناتها مش حكايه اغلبيه، قبل كانوا بالفلوس،
99% كما كان بعهد بن علي وعهد بن علي خاطر الناس كلها تخاف. اما تو تاع النهضه شنو؟ الناس كلها تخاف في الفلوس. 99% تو فما 10% احسن ما تعمل. عليه برلمان معبي ما فيه حتى شيء حتى صاروحي. ما فماش الوفات المشاريع ما فماش خلاص ما معطوهاش بالكل. وشنو الفايده؟ 10 من الناس يكفي والرئيس يحكم. تو تو حكومه رئاسيه ما عاد. الرئيس هو اللي يحكم وكما كان قبل. خير من تبدا ثلاثه رؤساء تاع البرلمان يحكم وحده والرئيس الجمهوري يحكم وحده وتاع وزير الحكومه يحكم وحده وتدخل تبعث. هاي العباد ما عادش تحب تصوت عليه. يا اخي تعرفوا السياسه مشيت ما عادش. تلفتوا للفقير اللي ما لقاش باش ياكل. تلفتوا لنا راهي الشوارع تعبيت بالزبله. راهو شبابنا ضاع. راهو نهار الكل انا منطقه شعبيه. جميع الانحرافات نشوف فيها. تلفتونا شويه ونحبوا ننقذوا البلاد ونخرجوا من هالوضعيه هذيا، نحبوا نخرجوا، عجلونا بالقرارات، رانا مشينا سيي طحنا في الهاويه، احنا نحبوا نخرجوا من الهاويه ونخرجوا شبابنا ونخرجوا بناتنا ونسانا والعجزه والكل البطال ما عادش يخلط حتى باش يشري سلاطه مشويه تكلف له 10 20 ألف. الحمى نشوفوا فيه بعينينا، الحوت نشوفوا فيه، الغله نقسم بالله يا البارح خذيت البرقدان عصير على دينار، شو نقول لكم؟ يا ربي يا ربي تجيب لنا شكون يرفق بحالنا وبحال البلاد. لهنا حركة النهضة ألغت الدولة ومفهوم الدولة. شنو هو مفهوم الدولة؟ هو مفهوم المؤسسات والقوانين. قيس سعايد كي عمل القانون مشيت معاه الأجهزة نتاع الدولة والإدارة مشيت معاه. وتوا البرلمان هو مؤسسة من مؤسسات الدولة باش تستمر الدولة. حركة النهضة شنية معناتها رافضة مفهوم الدولة. لازم تدخل في نقاش مع قيس سعيد. أنا نشوف لازمها تناقش قيس سعيد بنقاط موضوعية وتخدم ثقافة القرب من مؤسسات الدولة، لأنه يعني انهيار الدولة مش باش يساعد حتى مواطن وحتى فرد ولا من أفراد الدولة. أنا نشوف استمرارية الدولة هي الحاجة المهمة وقيس سعيد يخدم على استمرارية الدولة. النهضة في نفس السياق تقول إنه اللي يصدر على البرلمان الجديد هذا اللي هو ديجا مازال ما بداش يخدم ما عندوش حتى معنى وفاقد للشرعية. يدي سيب لي من الشرعية قلها ما شرعية، الشرعية أعطيني شكون توا ينهض بالبلاد، البلاد راهي تزحف ما عادش على كيبها توا ولات تزحف، تراه خلينا نقوموا بالبلاد هذه خليه تقوم الناس الكل يهزونا من التعثرات، ما تعثرش الإنسان على خاطر من حساب تونس، على حساب الشعب الزوالي راه الناس ما عادش تتحمل، نحن أنا في العاصمة شوف كيفاش البرد عندنا، فما بالك الناس تعيش في الريف وكل شيء، شوف كيفاش تحكي لي أنت توا برلمان وأنت إيش عملت؟ أنت فلستها البلاد، خليتها وجليتها، اما الغريبه فاش ما خليتش التراس نتاعك على ذيك ما نجموا يعملوا لك حتى شيء. هي نحن مازلنا ما رينا منه شيء. حتى اللي يجي ويقعد على الكرسي وقتها نحاسبوه وتحاسبوا النهضه. فهمتي؟ ما توا احنا ما رينا شيء، مازال في الانتخابات ومازالت الانتخابات ما كملتش ويا حي حتى اللي يصفوا الوضعيه وقتها نحكموا. فهمتي؟ ما توا مرينا شيء بالنسبة للبرلمان اللي فات مرينا منه شيء زادة وبرشا وعود من جميع الأحزاب وما تنفذ حتى واحد. هو ذا رأي سياسي يخصها هما. بالنسبة لي أنا الدولة في مأزق ومؤسسات الدولة قاعدة حائرة كيفاش باش بالأخص في الموارد المالية. توا نحن لو تصنفنا سي 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 بلس بلس ولا دو بلس هذيك معناتها راهو على مشارف افلاس الدولة، ما لازمهم اغزل. بالنسبة لي أنا السياسيين الكل ما قدموش حلول اقتصادية ولذلك بالنسبة لي أنا ما ينجموش دواليب الدولة وعندنا أزمة قيادة. الحقيقة هذه أنا كمواطن تونسي شوف اللي عندنا أزمة قيادة، كيفاش الدولة توصل تشارف على الافلاس وما عندهاش فلوس وقاعدين ياخذوا في المعونات من الدول. هذه معناتها وسمة عار على المجتمع التونسي والدولة التونسية انهم ولوا يمدوا في ايديهم لدول اخرى باش ينجموا يعيشوا. حركة النهضة زادة تعتبر انه البرلمان هذا يلزم يتحل. برست بوه برست القناة نتاعكم وانا نحب ماذا بيا ما نتدخلش فما اللي النهضة هذه مشيت ما عاد شو عليها. انا نقول لك انا عمري 70 سنة ونعرف ودخلت بالسياسة والتجمع. انتهى امرها يعني. انت امره خلينا جديد خلي الشباب يخدم خلي الشباب تكوردو واصلين يقول لك ما زلنا شو شو تو بشويه بشويه تو الشباب يفهم ويدخل ويرجع وحده
تو على غالب سي فورسي تو راهو البرلمان تو هذه ما دكوردو ما عندوش شرعيه العباد تهدت من الانتخابات انا الاول والله غير بالسيف بوسي يعني بالسيف انا مش اما على غالب هذاك يعني دوفوار باش نمشي ننتخب اما سيفيني ما عاد السياسة مشات في تونس. الحركة تعتبر زادة أنه من الأجدر أن يعلن عن حل نفسه تمهيدا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من الفوضى في حالة مواصلة سلطة الانقلاب السياسة الهروب إلى الأمام. شنو رأيك؟ هذا كلام كيما جاوبتك على السؤال الأولاني، معناها حركة النهضة ما عندهاش الحق أساسا باش تحكي على لأن هي اغتصبت كل شيء قبل، فهمت؟ ما تجيش تحكي على عليه هو ولا على غيره، حتى أنا راني مش معناها هو ولا غيره ما عندهاش حق نحكي عليه لأن هي اغتصبت السلطة قبل، فهمت؟ وهي اغتصبت كل مؤسسات الدولة قبل، فهمت؟ ولتو مازلنا نعانوا من تبعات اغتصاب المؤسسات الدولة، دونك ما عندهاش حق باش تحكي على حتى واحد وتحاكمه، وهو إذا كان ثم مام هما كانوا قبل يتحطوا بثم جهات قضائيه وكذا وعندك حاجه برمشي للقضاء وعندك حاجه برمشي للقضاء كيف هم عندهم حاجه يمشي للقضاء ويلو بروبليم يا اخي ما هو البديل وما هو الحل البديل ومن سيمثل الشعب وكيف سوف تستمر الدوله ليه انا نشوف الانتخابات شفافه ونزيهه ومحترمه واستمراريه الدوله تكون كان بالتصويت وناس صوتت والنسبه من الناس اللي صوتت حبوا الوطن وبالنسبه لي انا انه يحل البرلمان وتاكل بعضها بالله هذه كله تخلويث تي استمر قديم ما عادش ترجع بالتوال الماضي نساوه توا نبنيو دوله قويه ان شاء الله. حسب رايك علاش يرفضوا البرلمان حزب حركه النهضه؟ لانهم يحسوا فما القيس سعيد انقلب عليهم. بالنسبه لي انا لو حركه النهضه ما تعني لي شيء، انا في شخصي كمواطن تونسي عمرها ما عنيت لي خاطر ما عندهاش قياده وصل تونس بر الامان. فما برلمان جديد شنو تحب تقول لهم؟ نحب نقول لهم يكونوا صادقين في وعودهم. راهي كلمه طلعت منين تطلع الروح. اللي يعطي واحد يلزم ينفذه مش يمنوا الشباب ويمنوا الشعب انهم بالانجازات باش يعملوا باش يعملوا باش يعملوا وبعد ما نلقوا حتى شيء نلقوا دينا نلقوا البلاد مشات تحرست تدقدقت يلزم يلفوا يوفوا بوعودهم اللي يعطاه واحد وعده الحر يضيق.